الناشط سعد خالد حج أحمد من قرية العثمانية كان من أوائل الناشطين في مظاهرات جامعة حلب، وقام الأمن باعتقاله على إثرها. وبعد 3 سنوات اكتشفوا أنه قد استشهد تحت التعذيب من خلال الصور المسربة التي انتشرت على مواقع التواصل. وذنبه الوحيد أنه كان يطالب بالحرية والكرامة لأبناء شعبه وإخوته، فقام هذا النظام المجرم بتعذيبه بأبشع الصور، ارتقى شهيدا على إثرها. أخي الشهيد سعد حاج أحمد كان من الأوائل في الحراك الثوري في مدينة حلب وخصوصا بالجامعة. هو طالب جامعة كلية تربية علم نفس، تخرج وسجل على الماجستير، وبدأ الحراك الثوري في النشاط السلمي ونشط للمظاهرات في الريف في حلب، وشارك في درعا في حمص في هذه الأمور، المظاهرات كلها الحمد لله. وكان سلاحه القلم والكاميرا التصوير، وكان من الشجعان والأبطال، ونعتز ولنا الفخر في أن يكون عندنا في العائلة شهيد، وكلنا مشروع شهادة، وسنكمل الطريق إن شاء الله تعالى. ونحب نوجه رسالة للنظام المجرم أنه ما زادنا إلا إصرار، وفرحنا فرح أنه أخونا استشهد وكانت أمنيته الشهادة. الله يرحمه من رحمته، سعودة الله يرحمه من رحمته. ليش تبكي؟ كان بطل الحمد لله. يوم انت تفخر بي، قول لي تفخر بي، وكل من السوري كان بطل يا يوم الحمد لله. كنا اخوتنا الحمد لله. الحمد لله كلهم اخوتنا، وكلهم ولادنا. كلهم ولادنا الثوار، كلهم ولادي. يعوضني الله سلامتهم، الله ينصرهم. الله ينصرهم ان شاء الله على فعلهم. ان شاء الله الله يحفظ الشهيد.